مساكم الله بالخير. انتوني موديست لاعب فرنسي عمره 33 سنة، لاعب قريب من الهلال، إعارة 6 شهور، لاعب نادي كولن الألماني، لاعب هداف الفريق وهداف الرابع في الدوري، لعب 18 مباراة، عنده 12 هدف، 9 صناعة فرص، ضيع 9 أهداف محققة. لاعب صح انه هداف وبنيته قوية يعني لاعب صندوق، لكن هو اللي يعني هو المتوفر حاليا، لأن سواريز رفض انه بيلعب يلعب كأس العالم مع المنتخب، وبيلوتي ما يبي يجي الشرق الأوسط، فهو اللاعب المتاح حاليا. القصر بالوقت يعني ما في وقت خلاص، بعد ما بقى الا 15 يوم تنتهي الانتقالات الشتوية. صح ان اللاعب يعني مو طموح، لكن هو المتوفر حاليا. ليش؟ لان الوقت قصير، و يعني اللاعب جاي اعاره، اذا نفع معنا نفع، ما نفع صرفناه. طبعا اللاعب عمره 33 سنه، واللاعب انا اشوف انه اتوقع انه ينجح مع الهلال، واللاعب قريب ان شاء الله وباذن الله انه يوقع، ان ما في خيارات الا هو. بالتوفيق ان شاء الله.